قل ما شئت، لكن أعجب ما في القرآن سطوته على القلوب بلا استئذان. القرآن له سلطان عجيب ما يستأذن قلب أحد، فإذا دخل فرض سلطانه وهيمنته على القلب. سمعت قريش وهي كافرة قول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، فخروا على هاماتهم سجدا لله وهم كفار بمكة. والله ليس لهذا معنى إلا سطوة القرآن، عجيبة هي هيمنة القرآن على القلوب. أما قال ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فما ظنك بقلب بشر قطعة من لحم تسكن خلف الصدور؟ قل ما شئت.